مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير مهلبية جوز الهند بحليب جوز الهند بطريقة كتير سهلة وبسيطة، وبتاخد معنا أقل من 10 دقايق بالتحضير. أخذت معي حوالي 5 دقايق بالتحضير، بدون نشا، بدون سكر، بدون كريمة، بهيدا الشكل. شكلها كتير كريمي ورائع، وعن جد بتشهي. بتمنى تجربوها، كتير روعة. أوبس. شايفين؟ كتير رائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا كوب حليب جوز الهند، بحطهم بالطنجرة، ضيف عليهم كوب حليب عادي، 3 معالق طعام عسل، ملعقتين طعام كاستر، بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز، منحطهم بالأكواب. منضيف جوز الهند على الوجه بهيدي الطريقة، مثل ما لاحظتوا حلو كتير، سهلة وبسيطة وما بتاخد معنا وقت والتحضير. انا عملت كمية كتير صغيرة، انتو اذا بتحبوا ضعفوا الكمية. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة. هيدا الحلو اللي عملته انا وياكم، بعد ما حطيتها بالبراد حوالي نص ساعة. اذا حبينا منحط كمان شوية فستق حلبي على الوجه، بيعطي شكل كتير حلو. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.